كل اسم وله معنى، فهل باختلاف المكان بيختلف المعنى؟ التاريخ المشترك بين العرب وإيطاليا من عهد الرومان مروراً بالحضارة العربية الإسلامية جعل وجود تقارب رغم اختلاف اللغة والعادات والتقاليد والثقافة والموروث، لكن كل هذا لم يمنع التشابه في اختيار بعض الأسماء. من بين تلك الأسماء أسماء ذات صبغة دينية مثل آدم سيدنا آدم، وأصل الاسم عبري ومعناه وومو أي رجل أو بشر، ويحمل معنى آخر وهو فاتو دي تيرا أي مصنوع من الأرض أو مخلوق من الأرض. من بين تلك الأسماء المشتركة أيضا أبرامو أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام، هو أيضا من أصل عبري معناه بدر دي مولتا جينتي أب لكثير من البشر. الأسماء من أصول عربية وجدت طريقها إلى إيطاليا، من لا يعرف اسم عايدة خصوصا في مصر. عايدة كان موضة في إيطاليا في القرن التاسع عشر، والفضل يرجع لأوبرا عايدة اللي ألفها الموسيقار الإيطالي جوزيبي فيردي للخديوي إسماعيل في افتتاح قناة السويس. ومعنى عايدة إلا إيفينوتو أي التي عادت أو أتت. حتى قبل أفلام ديزني واسم علاء الدين موجود بين الأسماء الإيطالية، وذلك بفضل لميلة إونا نوتي كتاب ألف ليلة وليلة اللي ترجم لكل اللغات وليس فقط للإيطالية. داخل الكتاب قصة جميلة وشهيرة، قصة علاء الدين والمصباح السحري، ومن هنا جاء اسم ألادينو ديفوتو ألا ريليجيوني أي مكرس للدين. اسم فاطمة لا يعرف فقط في الدول العربية بل في جميع الدول الإسلامية حتى الغير ناطقة بالعربية، وهذا الاسم له امتياز خاص فيسمى تيمنا بالسيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن للوهلة الأولى البعض قد يتساءل، لماذا قد يقوم الإيطاليين بتسمية فاطمة وكيف وصل هذا الاسم للحدود الإيطالية؟ فعام 1917 وتحديدا في البرتغال وبالتحديد أكثر في مدينة فاطمة، يقال إن السيدة العذراء مريم ظهرت لثلاثة أطفال من الرعاة وأخبرتهم ببعض النبوءات. القصة انتشرت ليس فقط في البرتغال وإنما في كافة أنحاء أوروبا. أحد الأساقفة أعلن إن تلك القصة جديرة بالإيمان وأطلق عليها مادونا دي فاطمة، ومن هنا جاءت التسمية. ويعرف الاسم بمعناه العربي كيزفيتسيا البامبينو أي فاطمة الطفل، والسيدة فاطمة هي السيمبلو ديل فيرتو فيمينيلي أي هي رمز الفضيلة الأنثوية. الأسماء المشتركة لن تتوقف هنا، وإنما هناك قائمة كبيرة من الأسماء المشتركة سنطرحها عليكم في حلقات أخرى. دمتم بألف خير.